فرض مسؤولات عين الخوف فينا ولا أرض محرورة تحيد سيوم دينا عن إقامة العدل بيني وبين غيري غني وفقيري بين مسجد وليل. حاجة الصوت واخد حاجة مش طالع بكباب بغض النظر ده زايد انه عالي سن بس هو ما بيطلع زي الواو واو واو كده. يا صاحب المنصب يا معدل الموكب دايس في خلق الله فينا الحرس تغلب يا حارس الموكب حامي حمى المنصب ارحم عبيد الله يا كتر ما تغلب. كان العيشة برا الواحد كان شايف حاجات وعدل احنا اولى بيه وكرامة احنا اولى بيها، فعشان كده لما كنت باجي مصر كنت بلاقي حاجات مقلوبة، فان الواحد لما بيستفز بيكتب. تهيألي من احلى احلى ايام اي حد فينا اللي بعد ما وقعت التمر، عشان كرامة اغلى من الحياة، يعني الحياة بدون كرامة ما تسويش، فلما الواحد يحس ان الكرامه متجسده كده قدامه في شاب صغير شجاع كده ومؤمن باللي هو نازل بيه، حاجات كتير الواحد حس انه شاف الكرامه متجسده، واللي ما كانش شافها هو كان طاير بيها فوق كده. كلنا انتخبت في 2005 وفي 2010 مجلس الشعب، انما الرئاسه طبعا ما كنتش منتخب عشان انا مش عبيط. ربتني كويس عشان ابقى الرئيس وكانت متفقة مع شوية وزراء مع السمم القذرة للولد توريس للبلد تنكيس وياكش تولع. كنت بنتخب الاخوان على طول نكاية في الحزب الوطني المفسد زي ما انا كنت شايفه كده وزي ما طلع صحيح، وهم اللي كانوا الوحيدين على الساحة. مشروع في عداد الأموات من لعب على حصان فاسد لعظام سجن السادات ولا من سيف عبد الناصر. نعم ربنا علينا ان احنا شعب بنتريق على نفسه وبيعمل نكته من الماساه، يعني عشان وده على فكره دي مش كلام فاضي، ده انت كده بتبقي اقوى من المحنه، يعني لما انت بتطلعي بتسمو روحك فوق المحنه اللي انت فيها بالنكت والدعابه والهلس والكلام ده. لما تتعذر الطرق العادية في إن أنا أعبر عن ألمي بكلام مؤلم فأنا هعبر عنه بكلام ساخر. سلح 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 عد وخزنوا سلح 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 عالشعب وصوبوا ده الكرسي مريح والوزير سريح والبطانة حواليا شغلالي مديح. يعني خطوة من خطوات القضاء على ثورة أو وسيلة من الوسائل إن أنا أنشر، إما يعني أحط الناس في كورنر كده وأزنقهم وأقول لهم عايزين حريتكم ولا عايزين تعيشوا في أمان هتختاروا. فطبعا يعني حتى عارفة نظرية مازلو المثلث ده اللي بيعملوه الأولويات بتاع البني آدم، طبعا الأمان قبل كتير من الحرية والرفاهية والحقوق والكلام ده، الأمان الأول. فطبعا اللعبة واضحة جدا ومفقوسة وخلاص، يعني المفروض الكتالوج ده يجددوه بقى. لا هلالي مخسوف ولا صليبي معكوف ليه الأمل مخطوف مننا. لما يكون واحد تقيل الغلط بتاعه بيبقى تقيل، فلما انت تكون رمانة ميزان في الصف ده إن قعدت بتعمل أكبر تقل في الميدان وإن مشيت بيخف الوزن كتير في الميدان، يبقى لازم لما تغلط اللوم عليك يكون شديد. بدري عالتورته ما تستوي دي ريحة مطمعة هتحاول تاكلها تنكوي دي سخنة مولعة درق الخطر ليه مش متقدم على قلب المنفعة. مفيش حد يعمل حاجة لوحده،
لازم ينضم، لازم يبقى مصري قبل ما يبقى اخوان. يبقى مصري يعني المصري ده يعني المسلم اللي بيصلي والمسلم اللي ما بيركعهاش والمسيحي اللي ملتزم بيروح الكنيسه والمسيحي اللي ما بيروحش الكنيسه واللي مالوش مله والنوبي والسناوي والصعيدي والبحيري وكل ده. اذا كنت هتبقى مصري كده هنمشي وراك ونأيدك ونشوف. واحد اتنين صوت الحق فين؟ ازاي يساوي عقلك بين اتنين؟ باللي عليه ليك دم واللي عليه ليك دين. اصل في ارضية قوية جدا احنا كلنا بما فينا المجلس العسكري بنتحرك منها، ولكن احنا بنتغافل عنها. الارضية دي ان كلنا مصريين وكلنا حابين البلد وكلنا محدش يقدر يشكك في وطنية واحد ولا وزرة بما فيهم المجلس العسكري، كلهم ناس كلنا مصريين وعايزين. فالمفروض ان ده يبقى الاساس اللي نتحرك منه، ده اساس واحد وهدف واحد. يبقى ايه الاختلافات دي كلها؟ وليه التمثيل على بعض؟ وليه مط المدة؟ انا عايز اقولك المستقبل عمره ما بينهزم من الماضي. دلوقتي في ماضي بيصارع عشان البقاء، الماضي عمره ما بيبقى، الماضي بيمشي، ده سنة الحياة كده. في جيل جديد طالع غيري، يعني انا حتى في الاربعينات الجيل اللي طالع ده مختلف عني تماما، فما بالك بالسبعينات والستينات، حاجة تانية خالص. فالمفروض نحترم عشرات الملايين، احنا من فضل ربنا علينا ان الجيل الصغير ده بعشرات الملايين دي قوة تكسر بيها الدنيا، تعمل مصانع وتعمل وتبني بلد، تبني بلدان، تبني وطن عربي كله. الشباب اللي عندنا ده ساعات افرفش نفسي واطلع من مودي، بسترجع امسي واحلم بوجودي، احلم واتمنى يا مصر تعودي. خطفينك عسكر ولا حرمية ولا جماعة انتهازية، وزهرة شبابك صباح معدية. أو أي نوع من أنواع الفنون ممكن تأثر في رأي بني آدم أو تغير طريقة تفكيره أو تبين له حق ضايع أو تبين له واجب عليه هو مش شايفه، لو مش مقتنع إن ده ليه تأثير يأثر ما كنتش غنيت لحد. أنا كنت غنيت لنفسي أغاني الحب اللي بغنيها لنفسي وخلاص، وما طلعتش الأغاني دي، فأكيد ليها تأثير. أنا بحاول، ولو واحد بس اقتنع بكلامي هعتبر ان الاغنية ناجحة. كل مصر هترجع تاني وكلنا راح نقول مصر اللي بتأكل نفسها وبتحترم العقول، مصر اللي تنشر حواليها الوصول، مصر اللي على اهلها وصى الرسول. الفنانين دول دايما عندهم كده رؤية يعني قدام. انا اتمنى يكون عندي الرؤيه دي، ودايما هم ضمير الامه بيقولوا عليهم، يعني الضمير بتاع الامه. اسلاموفوبيا عاملاه الميديا، يشربوا كروديا ونشرق بيه احنا. العزل السياسي اتاريك الناس يستثني منهم مرشح رئاسي، مبعود في مهمة تريحني راسي.